يجب أن نعمل على أن ننتخب الأشخاص اللي يستحقون أن يمثلونا، يعني يتصف بالنزاهة ويتصف بالسمعة الجيدة ويتصف أيضا بالشهادة العليا، يعني يعرف إيش حيعمل. ما أنا أجيب لي واحد ما يفيدني، أنا ما يخدمني، ما يخدمنا بأي شيء. فنتمنى إن شاء الله الشعب كل شارب حتى يطلعون الصفوة المنتخبة تكون جيدة جدا إن شاء الله. المجلس المحافظة نتمنى هالشيء هذا. لا ما يصير، ما مسألة تاعي، وإنما إحنا قيد الناس اللي أهل مكة أدرى بشعابها، إحنا قيد أهل منطقتنا هم يعرفون مشاكلنا. لعلمك أثرى محافظة بالعراق، إحنا 5 ملايين تقريبا عددنا ما شاء الله. ويصب طبعا احتياجي. والله احنا نريد ان شخص يكون يشتغل، يكون يبني على المحافظه ونشوف البصمه مالته. هذول اللي على اساس احزاب واللي ينتخب واللي كذا، اهل الموصل كلهم يعرفوهم، اهل الموصل يعرفون بالعقبه اللي راحت منه المضبوط كانوا منه ما المضبوط. فأهل الموصل شوية انخدعوا ببعض الناس، بس هسه لا، بعد الناس عرفت، الناس صار عندها بعض من التطور، صار بالذكاء الوعي فالناس قامت تعرف. أهل الموصل ما يحبون التدخل الأحزاب الخارجية نهائيا، أهل الموصل ما ينطي ولاء وبسرعة، أنا أقول لك يا من الأخير. بالنسبة لأهل الموصل هسه حاليا، إذا ما شخص جدير ومضبوط ونعرف تاريخه ونعرف أخلاقه ونعرف هو منين، ما راح ننتخبه. طبعا لازم يكون نزيه ويكون نظيف، يشتغل مصلحة البلد، المحافظة الثانية والخدمات الأمار، يعني أي شيء نقص يكملنا إياه، ويشتغل بجد للمحافظة ماله، ما يشتغل لصالح أحد، لصالح محافظته. هو اللي يجي ولا أولى المحافظة، فليش يجيب له المحافظة؟ ليش انتخبه؟ ما انتخبه، انتخب لأعرفه ابن محافظتي حتى قلبه على محافظته. كل من اصدقائك والله لازم يشاركون، يعني ما يظل واحد اذا ما يشارك بالانتخابات، حتى شنو؟ حتى الصوت لا يروح لغير مكان، يكون للمحافظه ماله. طبعا احنا راح نختار النزيه الامين اللي نعرفه، يعني نعرف عنه معلوماته وخلفياته، نعرفه، راح يكون الاختيار على هالاساس هذا. والله هو لو يصير مثلا يكون دوائر كل دائرة عنده مرشحين، مثلا 20 30 40 مرشح يتنافسون على مقعد واحد، بهاي العملية تكون أسلم، يعني بالنسبة حتى من أنا أنتخب زيد من الناس، من عندي مشكلة أروح عليه. أما أنا ستنتخب مثلا زيد يطلع لي عمر، أنا وين أشوف عمر؟ ما أعرف عمر وين قعد، وين مكتبه، وين هذا؟ حتى أنت تنتخب اللي يرشح ضمن الدائرة مالك واللي تعرفه. كل من أصدقائك الأقرباء؟ والله إحنا ندعو الكل يعني للمشاركة بهاي العملية الديمقراطية وانتخاب الناس الأكفاء واللي همهم ولاهم.